بشرى بالحاج حميد، مرحبا بك. رئيسة اللجنة الاستشارية اللي شكلها رئيس الجمهورية في 13 أوت 2017 حول المساواة والحريات الفردية، كنت قدمت تقريركم مؤخرا بعد تقريبا أكثر من 9 أشهر خدمة. التقرير هذا جاب حزمة من التوصيات حول الحريات الفردية والمساواة. كيفاش ترى قبولها عموما من المشهد السياسي التونسي في مجمله؟ المشهد السياسي ما لناش معناها مواقف كبيرة مساندة المحتوى، وما لناش ننتظر أن الناس مش تساند محتوى، لأنه هو نجم نقوله سقف على بناء، احنا سقف حقوقي ما هو سياسي. احنا ما خدمناش منطق سياسي ولا منطق توافقات، نحن كمجموعة فينا مختصين في القانون وفينا حقوقيين. اللي حاولناه هو نعطيه تأويلنا للدستور البلاد هذه. عملنا دستور 14 جانفي، 26 جانفي ولا 27 جانفي 2014. حبينا كيفاش احنا نراو الدستور، ونحن رانا نحب نقول حاجة، كنا ننجم وما ننشروش، لأنه حتى ما طلبنا باش ننشروه ولا عاد نشروه. رئيس الجمهورية قال هذاك تقريركم تحبوا تنشروه تحبوا ما تنشروش، احنا من نهار الأول حبينا ننشروه. عندنا هدف واضح في مخنا. ريت القضايا اللي طرحناهم احنا كل هما قضايا يتحكي فيهم توا 10 سنين من طرف الحكومات على مستوى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، يتناقش فيه في المجتمع المدني، ويتناقش فيه من المفكرين العرب والمسلمين. حبينا احنا قلنا ما يسالش التوانسة تجيهم فرصة باش يتناقشوا في مواضيع ساعات صعيبة توا قانونيا، ساعات صعيبة حتى ساعات معناها ناس تلامذة طالبة في القانون سعى، لكن قلنا التوانسة يستاهلوا أنك تحكي معاهم في مواضيع ترتقي في مستوى النقاش. نرجع للسؤال اللي هو كيفاش ريت قبول المشهد السياسي التونسي للمخرجات التقرير هذه؟ المخرجات حد ما عطى موقف عمومي، مش موقف اللي خرجوا، فما اللي كلموك يقول يعطيكم الصحة، أحزاب معينة، فما شخصيات عبرت من خلال الفيسبوك من خلال الصحف والإعلام بصفة عامة، فما حزب مصاري اللي هو تبنى معناها من المخرجات وعادي جدا حول حزب المسار، لكن الحزب الاخر ما زلت تقرا في التقرير وما زلت تناقش، ونتصور انه على الاقل معناها الاحزاب تنجم تاخذ اللي يساعدها، خاطر هو مش مطلوب راهو هذا لا هو مشروع قانون مش مجلس نواب لا شيء، هذا تقرير نتاع مجموعه من الناس اللي في اللجنه هذه، ورئيس الجمهوريه هو يختار ايش يحب، لكن انا طالبه من الاحزاب وخاصه الاحزاب اللي هي ربما عانت من القمع ومن انا تنظر، فما مواضيع راهي تهمهم كيما التعذيب كيما اعدام بالنسبه لقضايا سياسيه، معناها فما برشا مواضيع ينجموا يشوفوها كيما حريه الضمير اللي اليوم ما نتصورش فما حزب سياسي اليوم ما يحبش حريه الضمير، موجوده في الدستور حتى كيما يحبهاش موجوده في الدستور لازم فعلوها. الناس اللي تلوح هكاك كل ما قراوش يكونوا واضحين واللي يكذبوا على التوانسه نحب نقول لهم ربي ما يسيرش فرصه. شنو هي الكذبات؟ الـ 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 الاهم الكذبات، ولو كان نوضحوا وين الجزء نتاع الكذب والجزء الصحيح فيها. الكذب في الطهور، الكذب في ان نحب نحيوا الاذان، في الكذب اللي نحبوا الزواج بالمراه والراجل المراه تزوج المراه والراجل يتزوج المراه، راجل ولا شنو؟ هذوما الكذب. فهمت اللي هو حتى في بعض المساجد قاعد يحكوا في حاجات غلط، معناها تصور انت امام نعشن ولا الحقيقه المستوى المطلوب شي واحد يكون امام، اما هو خاطر الاسلام يقول لك نحب نقول لهم اللي الرسول صلى الله عليه وسلم سالوه قالوا له المسلم يكذب ولا يسرق ولا لا؟ قالوا يسرق. يزنى ولا لا؟ قالوا لا يزنى. قالوا يكذب؟ قالوا لا لا لا. انت يا امام اللي باسم الدين تطلع في المنبر وتحكي لتوانسه قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم الكذب لا لا لا. من المرتقب انه تكون فما مغالطات، انه يكون فما حتى كي ما تبداش فما مغالطات يبدا فما سوء فهم، علاش اللجنه ما اعتمدتش استراتيجيه اتصاليه باش تتفادى وتواجه المغالطات هذه؟ والله هذاك هو كان معناه كان نقاش على الموضوع هذا برشا مرات، واللجنه اختارت انه معناه نخدموا خدمتنا تبقى الامر الرئاسي نحضروا التقرير ومن بعد المجتمع المدني والمجتمع ككل والاعلام
هما دورهم باش يفسروا التوانسه واحنا مساعدين نكونوا طرف، لكن ما نعتبروش انها مسؤوليتنا. انا مانيش مسؤوليه تسعى من الناس تفسر التوانسه المحتوى التقرير ولا تقنع به ولا تدفع، لانه ربما ياخذوا منه اقصى ما يمكن من مقترحات. ايه معناها هنا شنية الاضافه اللي تقدمها اللجنه هذه مقارنه بالتقارير واللي قدموها خبراء في القانون من قبل او الاستشارات اللي تنجم ترفعها اللجنه القانونيه رئاسة الجمهوريه؟ حتى حد مكتب مجله مفصله للحريات والحقوق الفرديه هو هذاك قال حتى قبل 16 اوترا، واللي هو يتصور تونس تحق مجله باش تفصل الحريات الفرديه معناها والحقوق الفرديه هذه باش تكون واضحين. معناها فما افكار، اما انها مكتوبه في نص عام مع اقتراح اصلا مشاريع قوانين اول مره. هو بالحق ما نجمش نحكم عليه ونقول شكون ما عملتش. هو حب لجنه فيها معناها ناس. قدر انت في اول كلامك قلت هذا ماهوش مقترح مشروع قانون. لا تعرفش معناها مشروع قانون؟ لا مش متناقض. ماهوش مشروع قانون باش ينهزوا لمجلس النواب. مش قلنا حضروا مشروع قانون باش نطبع انا الجمهوريه ونعدي مجلس النواب. لا. فما حد اخر باش يهزوا لمجلس النواب؟ لا هو يهز ينجم رئيس الجمهوريه. ياخذ مقترحات، ياخذ جزء منها، ياخذ اللي يحب ويحوله الى مشروع قانون يوجه لمجلس نواب الشعب. معناها احنا ما عندنا حتى صفه باش نوصلوا حتى شيء مجلس نواب الشعب. لكن هو عنده صفه وهو يختار المواضيع اللي يعتبرها مهمه ذات اولويه، ولا اللي هو من يعمل يشوف المجلس السياسي. معناها هو حساباته وتخمامه مش اللجنه، احنا خدمنا فصلنا الدستور والقوانين على اساس وين فما عدم احترام الحريات الفرديه وين فما تمييز. فما تباين، هنا استعملت كلمه حساباته، فما تباين ما بين حسابات رئيس الجمهوريه واهداف اللجنه؟ رئيس الجمهوريه راهو سلطه دستوريه في البلاد هذه، مؤسسه دستوريه، ينجم اليوم يعتبر الاولويه مثلا موضوع مثلا موضوع الميراث ماذا فيها حساب وتخمام، وكل مره يخرج يقول انسى توانسه اللي وصلوا واللي كذا والارقام الموجوده دل اللي ما عادش مقبوله مثلا مساله الميراث، ما عادش مقبوله معناها الوضعيه هذه. ينجم يقول لك موضوع اخر هذه مثلا مثلا النفقه ولا حكايات اللي طرحناهم الناس بدها تحكي عليهم، ولا موضوع طريقه اخرى في تعريف التعذيب اللي هو تبقى يقول لك هذه مش اولويه، انا عندي نص في التعذيب مثلا مش اولويه. لكن هو عنده رؤية أخرى، هو عنده رؤية سياسية، احنا ما كانش عندنا رؤية سياسية، خاطر كان جات رؤية سياسية خممنا في التوافقات وخممنا شكون الحزب اللي يمشي معانا والحزب ما يمشيش والكتلة اللي تجي للموقف. لا احنا قلنا نفصلوا الدستور الجاء والاتفاقات الدولية والتوصيات اللي معناها تونس ملتزمة بها على مستوى دولي كذا، ونعطيو فكرتنا وخلي التوانسة يناقشوا، ونحن مقتنعين راهي الحكاية مش تفصلنا في عامنا في عامين مش تكون واضحين. هذوك الاقتراحات فاهمينها اللي هو باش يكون موضوع نقاش. موضوع الارث من 1930 في تونس وفي تركيا من قبل 1930 مساواه في الارث، باش نكون واضحين خاطر الناس تهول كاين احنا جينا جبنا معناها حاجه صدمه للشعب التونسي. لا ما هي صدمه، تركيا وفما حتى البلدان الاسلاميه في اسيا عندهم مساواه في الارث، لكن احنا فما اراده سياسيه بتاع رئيس الجمهوريه ولا نعتبرها معناها عنصر اساسي ومهم ياسر. اليوم التوانسه يناقشوا، السياسيين يناقشوا، في الاخر مجلس نواب الشعب هو اللي في صوت مع كان الاراده السياسيه هذه موجوده حقيقه ومكتمله عند رئاسه الجمهوريه. شبه ما رئاسه الجمهوريه ما قامتش بمرافقه اتصاليه لنشر التقرير هذا كما صار قبل مثلا وقت اللي قدمت مشروع قانون المصالحه. سامحني مش كيف كيف رئيس الجمهوريه في نهار اللي خرج 16 اوت ما قالش راني باش نحي لكم من التمييز الكل القانون. ما قالش راني انا توا الحريه الفرديه ما عادش تفهم حريه باش نحيها معناها مش مضمونه باش نضمنها لكم. باش نكونوا واضحين الخطاب بتاعه واضح. وقايل باش نراجعوا برشا حاجات خاصه موضوع الارث اكسترا، دونك الخطاب بتاعه واضح. هو معناها ما يجيش يخرج يدافع على تقرير اللي نجم يكون جزء مهم مش مقتنع به. قال المصالحه هو مبادره مباشره من رئيس الجمهوريه بدون رجوع الى اراء اخرى، لكن هو ونشكره على هذا عطانا فرصه نحن تسعى من الناس توانسه ان معناها عدينا تسع اشهر كيف فريمون بكيف. اما انا من الناس عملت كيف خاطر برشا على القانون وعلى المحامين انك تفصل وتفرق
الدستور وتفرق الاتفاقيات الدولية وتفرق معناها مواضيع اللي بالحق تواسى يستحقوا باش ينقشوا فيهم، واللي ما يحبش واللي يتبع تواسى واللي يحب يهيجهم راهو ما يحترمهمش. نحن نحترمهم هتحبوهم يحكوا في حكايات حلوة ياسر بقطع نظر الاختلاف. به هنا انت جاي من المجتمع المدني، والمجتمع المدني اشار في العديد من المرات لانعدام اراده سياسيه في علاقه بالحريات والحقوق الفرديه، نذكر منها هنا مثلا مساله الفصل 230 من المجله الجزائيه حول المثليه الجنسيه، ونذكر بتصريح مهدي بن غربيه في مجلس حقوق الانسان في جنيف اللي قال أنه لازمنا فترة باش نقحوا القانون هذايا، وكان كمل بعد تصريح إعلامي اللي قال لازمنا 4 سنين لتنقيح المجلة الجزائية والحذف بالفصل 230، وكان معناها العديد من منظمات المجتمع المدني نقدوا التصريح هذايا واعتبروه معناها دليل على انعدام الإرادة السياسية. هو اللي توا نحبوا الديمقراطية ونحبوا الديمقراطية، فهموني نحبوا الديمقراطية. سمحني. شنو اللي في هذا يتعارض مع الديمقراطيه؟ جماعه المجتمع المدني يجيبوا 30 نائب مع الغاء فصل 230. 30 وانت كنت تقول 10 تو قلت معناها فما واقع سياسي وفما اليوم ديمقراطيه، مش بورقيبه جاي عمل امر رئاسي سيء اللي عمل. اليوم فما ديمقراطيه، فما مؤسسات. وهو كي قالها انا نتصور خاطر انا معناها نفهموا بالقدا في الحكايه هذه، خاطر انا نحكي مع النواب على عده قضايا حقوقيه. برشا ما فيهم الاعدام، فهمت؟ انت اليوم تمشي لمجلس النواب الشعب واحكي، قول لهم يمشيوا. عندنا 217 نائب. يبعثوا لهم، فما طرق نتاع اليوم نتاع تواصل مع فماش نائب اليوم ما يناقش مع المواطن ولا مع المواطن. يبعثوا لهم سؤال. شنو رايك كتابي ولا شيء فيه ولا معناه النواب التوانسه اليوم مناهضين العديد من الحقوق والحريات في اغلبيتهم. انت تو تحب تعرفني مع زملائي انا ذي فيها ليه ما نحبش ليه مش, مش هذاك الهدف نتاعي. هذا هو اللي تقول فيه انت، كان نلخصوه بكلام واضح. في المجلس ما همش طايحين نفسهم الغاء فصل 230 مجال جزائي، هذا واقع. فاش تتعامل معاه؟ انت حر كمجتمع مدني، تحب تتناقش، تحب تقنع، تحب تهزلهم الحالات اللي صارت معناها بتاع اللي معناها انسان على خاطر مثلي يحرم الحقوق الاساسيه، انه يخرج من القرايه يطردوا من القرايه، اللي يبطل الخدمه خاطر تحكم عليه، اللي يخرج من البلاد. هذا قاعد نقول للناس نفسر لهم، لكن انت ماهوش دوري باش نمشي نجيب زميلي ونقول جا نحكي. باهي لو كان فكوا بعض القوالب الشعبويه الجاهزه حول المواضيع هذه، مثلا موضوع المساواه انتشرت في تونس مش من اليوم ولا من البارح ولا بعد الثوره، من قبل والاسباب مختلفه ومتشعبه. الفكره نتاع انسى غالبين، انسى القانون عاطيهم الحق في كل شيء، انسى كذا وكذا، يعني نظره ميزوجينيه. هذه اليوم كيفاش التقرير هذايا يحقق مساواة فعلية في علاقة بالنقاط هذه، يعطي للنساء حقوقهم كاملة لكن في نفس الوقت يعدل الميزان في المجتمع التونسي باش يحارب النظرة والقالب الجاهز الشعبوي هذايا؟ هو راه هذايا مش بعد الثورة، من قبل الثورة. اي كانت ديما العباد يقول لك خذيت وخذيت وخذيت، على خاطر زاد قضية المرأة كانت تستعمل سياسيا تستخدم. واليوم ما عادش؟ أنا بالنسبة لي اليوم لا علاقة. أنا حق أنا استعمال مختلف أو لا علاقة. لا علاقة. أنا وهذه اللي ما تثبت هذا. خاطر خلينا نكمل لك الفكرة. نحن قبل وقت النظام السابق كنا الدولة في السياسة الاقتصادية تحكي لها أنت. إنسى في تونس أحسن وضعية، حققنا المساواة التامة، معنى الجيمة يروج أنه إحنا ما عنا حتى مشكلة. الأسرة التونسية مثالية. كانوا يقولوا لنا راهي ظاهرة العنف تجيكم من الخارج، تجي من الخارج ما عندناش حتى في تونس. راهو كان هكا يجي يواجهونا، كون نقول لهم راهو فما أرقام مخيفة في العنف، كانوا يقولوا لنا هذه ظاهرة جابوها لنا من الخارج. كانوا يقولوا لنا أنتم تشوهوا في صورة تونس في الخارج. باش نفهموا نحن وين كنا. معناها ما كناش عندنا امكانيه باش نحكيو. الخطاب هذا مازال مستهلك اليوم في من طرف السلطه ساعات. لا انا ما سمعتش، انا الحق نسمع
اللي يخرجوا يحكيوا على مشاكل المرأة الريفية واستراتيجية وطنية للمرأة. لا مش في موضوع المرأة لكن المضرة بصورة تونس ما زال. والله الحقيقة بالعكس احنا لوم علينا اللي فما بلدان مثلا في الإرهاب كلهم عمليات إرهابية وحتى حد ما يسمع بهم وإحنا أقل حاجة يسمعوا بنا. خليني نتكلم ما دخلنيش في الأمور السياسية بتاعي كنا نحكي. السياسية متاعي ذكرك اللي انت نائبة في مجلس نواب الشعب واللي انا صحافي يعني ممارسة سياسية تعرفها خير مني برشا. دونك بالحق راهو معناها عادي جدا راهو توانسة بالحق انا نفهمهم اللي يقول لك يا اخي كل مرة هاو نجيو احنا مثلا حاجة عملناها وحتى حد ما حكى عليها في التقرير. ريت الحضانة مثلا في العقلية نتاعنا الأم هي الوحيدة قادرة على الحضانة. احنا اليوم قلنا باش نحيو كل المعايير المرتبطة بأن المرأة هي الوحيدة تنجم تنظر ولدها، المرأة الوحيدة المرأة هي الأم، كان الأم تنجم تتلهب ولدها، وحطينا المعيار الوحيد المصلحة الفضلة للطفل. معناها ما عادش القاضي بصفة آلية يحط تحت الأم كل قضية، هذه حاجة. الحاجة الثانية نحن اليوم حطينا موضوع يتعلق بالنفقة. وهذه فيها نقاش كبير حتى المره نسمح بالاستاذة كثوم زيو نقدتنا فيها معناها يجب ان تتناقش احسن طريقة احسن واعمق ان المراه اليوم اللي عندها دخل محترم فمش علاش مش راجل ينفق عليها فمش علاش معناها ما عادش نعملوا بعلاقه بالسوء العلاقه الزوجيه النفقه مربوطه بسوء العلاقه الزوجيه يلزمها النفقه مرتبطه بالوضع الطرفين وهذا بالنسبة لي هو داخل في إطار الواجبات والحقوق المتساوية بين المرأة والرجل. طب فما حاجات حاولنا أنه نكون بالحق معناها الرجع الأمور لنصابها من مفهوم المساواة. لكن كي تشوف النصوص تلقى أغلبية ما فيهوش مساواة والمرأة هي اللي ما عندهاش الحق. باش نعطيك حاجة المرأة التونسية اللي تاخو أجنبية ما تعطيش جنسية. الراجل التونسي كي يتزوج تونسية بعد 5 سنوات نجم يعطيها الجنسية. في بالك الناس هذه مش قابلتها بالكل. معناها ردود الفعل غريبة. غريبة ياسر. قال كيفاش تعطي الأجنبي جنسية تونسية؟ يا أخي ما كنتوش لاقيين. التونسي اللي ماخذين جنسية فرنسوية وبلجيكية وطليانية وأمريكية وكندية فهمت معناها عندنا ردود فعل ما تفهمهاش. علاش مال انت كي انت تحب تحافظ على السياده وتعتبر العنصر نتاع الجنسيه داخل في السياده نتاعك بسم الله على الجنسيه التونسيه فاش قامل الراجل عطي المرته ولا باس يا دنا ولا باس تجيني من عشمه البلاد كذا وشبيه اش مدخلها في الجنسيه نتاعك دونك فهمت معناها نحن عندنا راهو في العمق ما غير ما تشعر معناها هكا ما قالكش منطق تمييز قالك منطق معناها سيادة نمشي والقالب جاهز آخر اللي هو مسألة سلم الأولويات ما بين الحريات الفردية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية تراهم اليوم في سلم أولويات أو متكاملين وفي خاصة من خلال مقاربة تقرير اللجنة مش نجيبك بلغة خشبة لا ما عينيش لا أنا مش نجيبك بلغة خشبة تنقصها في المونتاج أنا مش نجيبك أولا بلغة خشبية ومن بعد تعطيك أمثلة صعبة. حق الإنسان لا تتجزأ. فماش أولوية. إيه هذه مش خشبية عادة، دونك خليوها هذه. لا بالنسبة للناس إيش معناها؟ معناها الإنسان من يقوم الصباح من يقوم الصباح يمارس المواطنة نتاعو. سواء داخل الأسرة من يقوم الصباح هو يقول لأمه نحب نقرا تياترو هي تقول له نحبك تعمل طب. ملي هو صغير واحنا نحكيه على الحكايه ملي هو صغير يعلموه انه يسكت لدرجه انه رقم كبير من الاطفال ضحايا العنف الجنسي ما تكلموش له في تونس وهم مش يتكلموا دونك التربيه على الحريه الفرديه راهي تمس من الانسان يتولد حتى يموت حتى وين يحب يتدفن يدخلوا له وين تحب تدفن دونك نحن نحكيه على الحاجه هي في الواقع كي تخمم فيها بالبداء راهي تمس كل شيء كي نشوف البلدان المتقدمة واللي حققت العدالة الاجتماعية اللي احنا نحلموا بها المواطن عنده مسكن لائق عنده الحق في الصحة ما بديش مفجوع مش يحط الشاك
والا يمشي للسبيطار ما لقاش دواء. نشوف البلدان اللي المواطن يحس روحه في بلاده على ما هو مواطن يمشي كل راس شهر خالص الادامه غير مشكله. شوفوا هم البلدان شوفوهم اللي من لا شيء، لا عندهم بترول ولا عندهم غاز ولا عندهم ديامونت، على عكس البلدان التوا الفقيره واللي شعبهم تحت صفر السافلين وهم عندهم ديامونت يخرجوا فيه. هذا ممكن شوفوا تقاوم هم البلدان اللي الحريه الفرديه كانت اساسيه. خاطر الانسان اللي تولد حر ويتربى فيه فئه انه حر وانه هو عنده الحق يتكلم وانه يوصل صوته وانه فمش موضوع ممنوع، انه وقت اللي يمسوا الصغير بوه يمسوا حد ينجم يقول له مبوه ومبوه ياخذوا موقف. راهي من غايتك الحريه الفرديه. انا مهتمه بالناس اللي عندهم رد فعل سلبي واللي هم يعتبروا هذه بتاع برجوازيه عايشين في الرفاهه المرسى والحكايه، يحبهم يوصلوا يفهموا عندهم مصلحه. ريتك اللي واقف يبدا يسميهم في الجزائر الهيتيست ما عنده يعام شاد هيت يتعدى ساعات عاون امن هكاك يكسيد زي اش تعمل هنا تولي عركه تصير في المركز بين هذا نحبوا. التقرير دوك فيه جانب يقاوم مثلا الممارسات الامنيه الاعتباطيه فيها مش الممارسات، يقاوم يوضح انه النصوص القانونيه الحاليه تفتح باب للتعسف. وخاطر يتكلم انت القاضي وما تنجمش تلوم عليه يقول لك هذاك النص، هو النص هكا في العموم عام كبير عام هكا معبي وهكا ومعوم وكل حل الباب، حل الباب اللي يقعد في يبدا واقف على الحيط ما عنده ما يعمل يبدا كذا. هذاك كان بابا احنا صغار كل برا روحوا يكون فيهم مساكن ولاد الحوم، فهمت؟ وانا نحسب تو ولات الامن يجي يقول له مثلا كذا، معناها انا لو باترياركا هذا بابا كان مش كي يوصل يراه جاي من ولاد الحوم. انا كنت نحشم من انا صغيره ونحشم، معناها رغم اللي هو معناها واحد يفرح بوه الناس انا كنت نمدحهاش ما فيش ولاد الحوم يهربوا، فهمت؟ تدخل هذاك السبب. اليوم شنو هي الخطوات المرتقبه باش مخرجات والتوصيات بتاع تقرير اللجنه توصل اكثر في النقاش العام وللطبقه السياسيه اروقه المجلس وباش تتحول المشاريع قوانين تتقدم؟ نعطيك رايي الشخصي هنا انا باش انا مانيش طالبه باش تعديوا كل المسؤول بشكل واضح. أهم حاجة أنه النقاش يتعمم وأنه الناس تقودوا باش تعطي فرصة للتوانسة اللي 23 سنة ما تكلموش وكيتكلموا فما ديفورمون. كل واحد يسمع في روحه. أنا الحقيقة نعرف اللي احنا ذكرائنا مش معناها الحقيقة، لكن أنفاس عندك شكون يصور نفسه حتى في جماعتنا تصوروا احنا فما من كل الواحد شكون جماعتنا؟ ما يسمى جماعتنا اللي عم ندافع حقوق الانسان وكل حقوق المراه وكذا. عندنا كده احنا مالكين الحقيقه، حتى حد ما يملك الحقيقه. هذه الحقيقه الوحيده. ما فماش فينا شكون اللي فاهم الدستور 100% واللي هو اكثر من غيره يملك حقوق الانسان، هو حوار. يلزم يتواصل. خاطر بالحق انا مقتنع اللي من الثوره اليوم ما صارش حوارات عارف وسبين كل واحد يسخر هو فاهم كل شيء وهاو يكفرك هاو يسبك هاو يتمسخ على مظهرك هاو برش حاجات صارت خايبه تاع ديفولمون. فرصة هذه باش نخرجوا من ديفولمون ونقول لبعضنا ما عندكش ما تحكمش انت شنو خمر ناقش انا وياك، مش خرجنا من السلطه تحكم فيا وتتبع فيا باش تجي انت مواطن كيفي كيفك ولا عندك حتى حاجة مع عدا العلم. اللي عنده العلم وراه العلم مش من يدعي العلم، فما الناس صرصتك القرآن وصرصتك الاتفاقية واللي تحب يقول لك العلم، لا لا العلم أكثر من هكا. راه العلم ناس كاتبة وناس قارية وناس كي تحكي لك على القرآن ولا على السنة تحكي لك بالضبط صار في الوقت الفلاني. وتم نقد اللجنة في نفس الوقت على المقدمة الطويلة شوية اللي خذت مراجع دينية من الحديث ومن القرآن ومن الشريعة وكل شيء.
هفكرك جماعتنا. جماعتنا مش ما عارفين الدستور كيف كيف ريت ريت عنا كيفاش عنا جماعة. أقول لك شبيك إيش مجبدك أنت في مقاصد الإسلام وشيء. قال لهم والله مكتب شنا دستور بالحق عملنا ضغط ما حدين الشريعة خاطر الناس تخاف من الشريعة. ولكن حطينا مقاصد الإسلام هذه في التوطأة والهوية العربية إسلام إسلامية في التوطأة ما خلاص أخلقتهاش أنا وفصل لون من الدستور اللي يقول معناه تونس كذا مش دولة خاطر برشا ناس قاعدة تقول دولة مش دولة تونس معناه شعب مسلم راهو في الدستور. دونك حابين نقولوا لهم راهو كي تحبوا نحكيوا على الإسلام حتى واحد بيان نجم يقول أنا الإسلام خاطر دواعش والمتطرفين على دواعش هما توا قولت فما متطرفين عليهم ولا شنو حتى طال حداد حتى محمد طه حتى اللي تحب انت كلهم يحكوا على المنظومه الاسلاميه فما من نهار السقيفه ونحن نتعارفوا نقول شكون فما حتى حد مثل الاسلام فماش احتكار يعني الخطاب الديني فماش احتكار انا مانيش مختصه وعمري ما ادعيت مختصه وما عنديش شكون يدعي انا ولكن نحن عندنا قراءة مختلفة عقلي اختار قراءة الحديد بين ردود الفعل على اللي كتبوا طاهر حداد في ثلاثينات القرن العشرين وبين اليوم 2018 شنو اللي تبدل وشنو اللي تزيد؟ حاجة ياسر مهمة أنا مش عايشة من الناس مع طاهر حداد اليوم الحقيقة ألاف 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 الناس مع التقرير اليوم ما نشوف حد الناس كلهم مساجات وفيسبوك و ومقالات قلنا بكم شو حدنا وحنا عارفين من شو حدنا هو كان وحده كانت فما سلطة تعتبر نفسها سيطر وترددت وعمل ما حتى سلطة ما تجم اليوم تردنا ولا تنبذنا كونوا يعملوا دعايات خايبة كونوا يستغلوا منابر اللي هي منابر مقدسة باش يحولوها إلى منابر معناها بتاع تجيش بتاع كذب ذاك هم مولاهم وسلطة خاطر السلطة عندها دور جات فما زوز مواعيد قريبه تعودنا انه رئيس الجمهوريه يتكلم فيها اللي هما عيد الجمهوريه في 25 جويليا وعيد المراه في 13 اوت شنو تنتظر منه في علاقه بالموضوع موضوع تقرير اللجنه هو متاكد انه باش ياخذ قضايا متعلقه على قلب المساواه معناها ما نساوش حاجه اخرى معناها لازم لكن زادة أنا أقول كان المجتمع المدني يتحرك مثلاً ما نجيب مثل حرية الضمير دستورية نزل يزمنا مجبورين حتى الدستور يزم تخرج قانون الإعدام في القضايا السياسية شكون اليوم تونسي يقبل بعد الحرية حسن عليها أنه الناس تقتل وتعذب ويراو فيهم في بلدان الشقيقة لأنه هو سياسي مختلف أنا الحاجة اللي تقلق أنه الناس حتى الحاجات لصلاح ما خذوهمش فهمت يعني ايش تقلق انت فما حاجات انت مثلا انت انسان بوك ولا عمك ولا خالك تعذب في النظام السابق واثر على اجيال هذيك انت قريت التقرير ايش قال على التعذيب مالكش به هي دافع عليها النقطه هذيك قول هذا الكل ياخذ ناحية غادي انت فما عائلات زاد شكون مات فيهم بالاعدام وفما اللي حكم بهم يا اخويا احكي ناقش حل هذو النقاش حل المواضيع اللي تهمك انا تهمني الميراث هاي تهمني انا اللي تهمني الميراث شد الميراث انت شد النقاط اللي تهمك وقول الاخرين ما مش وقتهم ولا اللي تحب ولا مخالفين وهو النص وكذا كذا فالاخر يحب على 230 خلي تدفع على 230 وعنده الحق طلب. شنو اللي تصوروا يتبدل قبل نهايه الولايه هذه؟ الارث والآخر عنده معناها معناها مرتبط بحاجتي مجتمع مدني باش يتجند والسياسيين ياخذوش هكا التقرير ويخرجوا منه حاجات اللي تسجل لهم الآخر التاريخ اللي هما ضمنوا الحريات ودافعوا على الحريات وخذوا معناها من التقرير هذا اللي راهو صالح خاطر كل واحد عنده الحق من المنطلق نتاعه ما نجمش ان نرفع الناس نفس المنطلقات نتاعها. دونك اليوم احنا قدام تحدي تاريخي بالنسبه لتونس فيما يتعلق بالمساواه والحريات الفرديه. التحدي الحوار. التحدي التوانسه حتى واحد ما يكفر، حتى واحد ما يخون، وحتى واحد ما عنده
سلطة على مخ الآخر. شكرا بشرى بالحاج. حتى واحد يخدم بالدواسة كقطيعة. شكرا بشرى بالحاج حميدة، نائب في مجلس نواب الشعب ورئيس لجنة المساواة والحريات الفردية. وليت مع مشهورة في كل فقه، ما فيش وسط، ما عادش تقدم. ميرسي.